من الأخطاء في التفسير، من الأخطاء التاريخية التي نقلت لنا، أنك ترى بعض المفسرين أو بعض من يتحدث عن قصص القرآن عندما يأتي عن زواج نبي الله موسى من ابنة الرجل الصالح، فإن الرجل الصالح قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، وما أريد أن أشق عليك. قبلها قالت إحدى الفتاتين أو الفتاتان: وأبونا شيخ كبير. لما سقى لهما يذهبون إلى أن ذلك الشيخ هو نبي الله شعيب، فيقولون إن موسى عليه السلام تزوج ابنة شعيب عليه السلام، وهذا لا يمكن أن يصح. ينسب هذا للحسن البصري، لكنه رأي مرجوح. لماذا رأي مرجوح؟ لا بد للناس أن تفقه. ما بين شعيب وما بين موسى أكثر من 2000 عام، أكثر من 2000 عام، هذا من حيث البعثة. ثم ننظر، لو قلنا إن هذا التقدير قد يكون خطأ، فلننظر، فإن الله عز وجل بعث مدين إلى شعيب فلم يقبلوا دعوته، فبعث الله العذاب على أهل مدين. قال الله عز وجل: وأخذت الذين ظلموا الصيحة، وأخبر الله عز وجل أنه أصابهم عذاب يوم الظلة، فهم أهلكوا. من الذي نجا؟ نجا شعيب والمؤمنون الذين معه، نجا شعيب والمؤمنون الذين معه، كما قال الله عز وجل في كتابه في سورة هود. الآن نجا شعيب ونجا المؤمنون الذين معه، سكنوا أرض مدين. لو فرضنا أن موسى جاء كما يقولون في هذا الزمن، فمعنى ذلك أن أولئك المؤمنين الذين كانوا قد نجاهم الله، نبيهم كبر وشاخ وضعف وليس له إلا ابنتين، ومع ذلك لم يعينوه ولم يساعدوه وضيقوا عليه حتى احتاج إلى من يساعده، وهذا بعيد. لا يمكن لأمة مؤمنة تقية مسلمة أن تترك نبيها يصل إلى هذا الحد، يكبر سنه ويضعف حاله ثم لا يقومون بأمره. كيف يتواطأ كل المؤمنين في القرية في البلد على أنهم يتركوا هذا الشيخ الكبير ولا يعينونه، ويجعلون الفتاتين تذهبان بأنفسهما إلى سقيا الماء؟ هذا بعيد جدا. لكن أرض مدين آنذاك المذكورة في القرآن ليس لها علاقة بنبي الله شعيب، لا من قريب ولا من بعيد، فيكون نبي الله موسى قد تزوج ابنة رجل صالح بلا ريب. وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل.